أهلاً وسهلاً بالجميع. اليوم ودي أتكلم عن المشاكل النفسية شوي. أحس إن في ناس تعاني وفي ناس تعاني بصمت، والمجتمع لا يتقبل دائماً إنه يكون فينا مشاكل نفسية، ويمكن حتى إحنا ما نتقبل إن فينا مشاكل نفسية، اللي ممكن شخص فيه اكتئاب أو أشياء بسيطة مثل الاكتئاب. طبعاً الاكتئاب مو يكون بسيط، بس يمكن وأشياء متقدمة أيضاً تكون تخوف أكثر من الاكتئاب، الفصام مثلاً إذا حد عندك تحب بدأ يمر بهذه الظروف أو هذه المشاكل أو بداياتها، حتى تبدأ تحس إنه أوكي ما أعرف شو أسوي، أو هو الشخص نفسه ما يعرف يسوي، ما يعرف شو يسوي. أو أحياناً أسمع ناس يقولون لي مثلاً أنا بديت أسمع أصوات، بديت أشوف أشياء، ومو شرط إنه هو شخص، يعني مو شرط إنه هو قالوا له فيك فصام ولا ما فيك، ومو شرط إنه هو حتى بيت شخص، يعني ممكن يكون شيء في بداياته. ويبدأ يفكر أنا فيني شيء غلط، من أكلم؟ وللأسف كثير من المختصين اليوم إذا تروح لهم مشكلة من هالنوع سيدة يقول لك حبوب اكتئاب، وحبوب ممكن أن هي تؤدي إلى الإدمان، وما تقدر توقفها على كيفك، وإذا وقفتها ممكن يصير فيك مضاعفات. فإذا أنت حاليا تأخذ حبوب طبعا ما تقدر توقفها، لازم توقفها، لازم الشخص اللي أعطاك إياها هو اللي يساعدك توقفها. ولكن احيانا يمكن تكون المشكله ابسط من ما نتوقع، وممكن ان يعني لازم اكون حذره جدا في كلامي اليوم، لان في كلام وايد ودي اقوله بس ما ينقال على الحلقات العاديه. احيانا اتكلم فيه يمكن في رحلات الصحه او في الدورات الخاصه اللي موجوده على الانترنت. بس اولا خل اعرفكم بنفسي، انا علياء المؤيد، هذه قناتي، أبث منها يوم الخميس مباشر الخميس، عادة يكون الساعة 1 بتوقيت السعودية، وأحفظ هذا البث على الإنستغرام، وأحفظه أيضا على قناتي في اليوتيوب على الأرشيف. في الحلقات كلها موجودة على قناتي على يوتيوب، وموجودة أيضا على قناتي في رامبل، منصة رامبل، المنصة البديلة حق الحلقات اللي تنمنع في يوتيوب. للأسف أيضا يوتيوب صار يمنع، أنزلها على رامبل أيضا عشان يكون عندنا الأرشيف كامل. الرحلة اللي كانوا يتكلمون عنها البنات قبل لا نبدأ البث كانت رحلة الهند، مفتوحة حاليا رحلة نسائية بنروح فيها الهند إن شاء الله شهر 11، تكون أسبوع من الغوص في العمق، ندخل في كل المواضيع الروحانية، نسوي تأملات جدا عميقة، خلال النهار نسوي يوغا ورياضة، ونسوي محاضرات أيضا نتكلم فيها عن الشباب الحقيقي الدائم من الداخل، يعني أعضائي من داخل، تفكيري شلون يبقى في شباب دائم، مو بس الشباب التجميلي اللي اليوم الكل قاعد يسويه، مو بس التجاعيد والشكل، نتكلم عن شعوري أن يكون واحد عنده حيوية، عنده نشاط، عنده قوة داخلية تقدر أن هي توصل إلى آخر عمره، أن يكون جسمه موظف له، يستطيع أن يستخدمه إلى آخر العمر. المهم أن المكان وايد حلو، والأكل جدا لذيذ وصحي، برنامج جدا صحي، مشتغلة عليه وايد صراحة يعني. وكل سنة نروح كل سنة أحلى عن سنة، لأن الوعي أيضا قاعد يزيد، فقاعدين نتوسع شوي أكثر، يعني الأسئلة قاعدة تصير أعمق، وأنا أيضا تطوري يتغير كل سنة، فيمكن أقدر أوصل معلومات أعمق شوي الرحلات الجديدة كل سنة يعني. فالمهم إذا ودك تسافرين معي المجموعة تكون جدا جدا جميلة، نسوي صداقات وضحك وبكاء وغدا وعشاء وسوالف، ونطلع على الجبل في واحد من الأيام. المهم إذا ودك تسافرين معي ودي أتعرف عليك، نسافر مع بعض أسبوع، نكون في الهند. التسجيل مفتوح على aliaretreats.com. اوكي اشوف سكتها. فاليوم نرجع على موضوع المشاكل النفسية. وانا ليش اقول لكم ان انا لازم اكون حذرة جدا، لان انا في نظري، وبتكلم بطيء لانه هو مرتجل يعني، اعتذر يعني هو بث حي، احيانا ما تكون كل الاشياء اللي احنا نشوفها ان هي مخيفة تكون هي فعلا مخيفة وتحتاج أدوية وتحتاج تثبيط. احنا حاليا وصلنا الى مرحلة الطاقة فيها بدأت تعلى،
وصارت يمكن الأشياء توضح بصورة أكثر، يعني ما تلاحظون أن أولاً الوقت قاعد يمر أسرع، ثانياً أن نبدأ نلاحظ الحين أن الناس بدأت تطلع على حقيقتها، الحكومات بدأت تطلع على حقيقتها، البلدان بدأت تطلع على حقيقتها، فصارت الأقنعة تسقط أسرع، فكل ما هو مزيف يسقط، وإحنا داخلين على مرحلة كونية خلينا نقول، يعني إن شاء الله في واحدة من الجلسات أو واحدة من الدورات بدخل في هالموضوع أكثر، الموضوع من اليوم شوي غير، بس قاعدين ندخل الحين في مرحلة كونية اللي كل ما هو مزيف يسقط، فقاعدين نبدأ إحنا نشوف جانب أو جوانب من الناس اللي كنا نعرفهم سنين، صرنا نشوف منهم الجانب الحقيقي يمكن أكثر، لأن قبل كان قناعهم يقدرون يلبسونه ويقدرون يتمسكون فيه أكثر من الحين. فالحين أشوف الناس يسألوني يعني ليش أنا كل ما أتعرف على حد أشوف أنه في جانب مزعج، أو كل ما أمر بظرف معين، أو كل ما أحس أن أنا رتبت حياتي أمر بكذا ويواجهني هالشخص ويخذلني مثلا ولا يسوي كذا. الحقيقة أن احنا بادين، احنا مو بادين نتطور، بس احنا قاعدين نكمل، ولكن قاعد التطور يسرع، كل شيء الحين قاعد يسرع، فمع تسريع هذا التطور الذي يحدث تسقط الأقنعة أيضا. فمو أن أنت حظك مقرود ولا ما عندك حظ، وقاعد أن كل ما تمر على أحد أو كل ما تبني علاقة أو كل ما تسوي بزنس أو كل ما تسوي شيء يفشل، هو في الواقع أنت الآن الرؤية وضحت، والناس اللي كانوا قبل يقدرون يخششون أقنعتهم صار عندهم صعوبة أكثر، فهي نعمة في الواقع أن الأشياء بدأت تبدو على حقيقتها، الواقع صار أسهل أنه هو ينشاف. الشخص اللي مو مستعد، ما عنده ثبات كافي خلينا نقول، يبدأ يرى هذا الواقع أو هذه الحقيقة أو يسقط الزيف ويتضايق يتألم، لأن أحيانا نحن نقول يا رب تورينا الحق، يا رب نشوف لي، يا رب تفتح علي، يا رب تنور طريقي، يا تنور بصيرتي. ينور بصيرتك بتبدئين تشوفين أشياء مؤلمة أحيانا، هو واقع بس هو مؤلم، لأن الحياة دائما فيها شر وخير، فالحين الخير ايضا واضح، بس يمكن احنا معميين شويه بالشر لانه وايد مزعج صاير، وايد صوته اعلى وشكله ابشع، فهذه البشاعه التي نبدا ان نراها تزعجنا. فارجع على موضوع النفسيه، احيانا ما يكون مرض نفسي كثر ما يكون هو فقط ازاله غشاء كان محطوط علي، بدا ينزاح وبديت اشوف اشياء ما كنت أشوفها قبل، وجسدي وعقلي غير مهيئ وغير ثابت بما فيه الكفاية لكي أرى هذه البشاعة، فأشوفها أن هي تخوف، أن الناس تغيروا وأن صار في كذا، وأن أكل الوضع البشرية حتى، والناس قاعدة تموت وحروب وهو في الواقع فقط غشاء وانزاح وبانت الصورة كما هي. والحقيقة هي أن واقع البشرية مؤلم وفيه بشاعة كبيرة وفيه جمال أيضا، فوصلنا الحين إلى مرحلة نحتاج أن احنا نبدأ نبحث عن الجانب الجمالي في الحياة، لأن إذا ركزنا بس على البشاعة وإحنا ما كنا جاهزين بنتعب. فليش احنا نسوي، يعني ليش أنا أسوي هالجلسات وهالسفرات وهالكذا؟ عشان نبدأ احنا نثبت، لأن ما سيتضح لنا في المستقبل ما أعرف إذا الكل مستعد يشوفه، يعني بدليل أن إحنا تشوفوا أنتوا مع الجائحة كان في نقلة أيضا، لأن صار في كأن نزاح غشاء، خلينا نقول أن يعني شو أقول، يعني خلينا نقول أن مثلا الجائحة كان فيها جانب تطوري نفسي روحاني، ما فعلته الجائحة هي أن إحنا ورتنا الخوف اللي بداخلنا، فمو أنه صار في خوف وهو نزال الغشاء عن الخوف الذي بداخلي،
فصار كأن الجائحة صارت كأنها مرآة للخوف الجمعي اللي موجود في العالم ونحط أمامنا. فشفتوا اللي خاف ونهار ما كان بس إن أحد خوفه، هو كان في وايد تخويف، بس هو أيضا انعكاس لخوفه من الداخل. فإحنا نتكلم أحيانا فنشوف حتى العالم العربي والعالم الإسلامي عامة عالم مؤمن روحاني روحانيته عالية، ولكن سقط بسرعة في خوف، فمعناته أن روحانيته يمكن ناقصة، يعني يمكن عنده يحتاج، هو يقول أنه عنده توكل بس التوكل كله طار وقت اللي كان يحتاج، عنده ثقة بالله ولكن ثقة كلها طارت، عنده يقين بأن هذا الجسد يستطيع، يعني أنه لم يخلق بعيوب في أحسن تكوين، ولكن هذه الفكرة طارت لما صارت الجائحة. فهو هي حقيقة بداخلي أنا عكستها الظروف، وشفنا ناس تحاول أن تقنعهم ما بيقتنعون، خلاص خوفهم عماهم. والآن ما بعد الجائحة ما زال التطور موجود، واللي فهم فهم، واللي فتح واللي كان نايم وفتح فتح، واللي ما زال نائم ولا يريد أن يرى، واللي حساس وبدأ يشوف وما كان مستعد، ما كان مستعد أنه يشوف. فهذه الفئة الأخيرة هي اللي بدأت تشوف وما كانت مستعدة أنها هي تشوف، فيبدأ يأثر فيها نفسيا لأن ما عندها هذا الاستعداد. لما أتكلم عن استعداد أتكلم عن استعداد جسدي واستعداد روحي، فأنا روحيا لازم يكون عندي هذا الثبات والأمان والسكينة النفسية، وجسديا لازم يكون عندي أيضا هذه القوة الجسدية. فأنت تكون قوي وثابت، قوي أيضا جسديا وثابت، لأن من قوة الجسد يأتينا الثبات. فاللي كان قبل مو مهتم في جسده أيضا هذا القناع سيسقط. يعني يمكن أنت أول كنت تسوي أشياء وجسدك يخليك تسويها أو يمشيها لك، أو يمكن كنت في عمر معين يمشيها لك، لكن تشوفون أن اليوم حتى الأطفال قاعدين يسقطون، أو المراهقين يسقطون في توتر وقلق وحالات اكتئاب وهلع ونوبات هلع وفصام، لأن الجسد غير قوي والثبات النفسي قل، الثبات الروحي قل. فنبدأ احنا شوي شوي نركب. فلذلك دائما أتكلم عن القوة الجسدية أيضا، أن يكون أكلك نظيف وأن تكون تسوي رياضة وتبني عضل، يكون عندك هذا الثبات، لأن من هذا الثبات الجسدي احنا نستمد هذا الثبات الروحي أيضا، نحتاجهم اثنينهم. فاليوم ودي أتكلم، واللي عنده سؤال ممكن تحطونه في قسم الأسئلة، بس القوة والثبات في الجسد والروح. الروحانيات الحق هي الدين، تقول أحلام. والله وايد ناس متدينين ما شط عندهم روحانية. الإيمان مبني على خوف أساسا، ممكن بعض البرنامجات الدينية. نعم، الجائحة كانت فرصة للمشعوذين المشعذين الطاقة لإحياء الشعوذة. أوف 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 أحلام شو القصة؟ صحيح، معناته الخوف موجود عندنا وظهر. أي. والله يا أحلام ما أعرف أنت ليش داخل علينا اليوم في البث الحي، شكله شاب كنتي على شيء ثاني. شلون أحرر المشاعر من الجسد؟ بيور تقول إيه والله هالأسبوع خسرت علاقة مدتها 4 سنين طلع كله كذب ووهم. أسامة يقول أظن هالفترة بيبان السبب والنتيجة. إيه يعني تشوفون ان الحين كل واحد يقول شيء او يفعل شيء، يتخذ قرار بشأن شيء ما، شيء اي شيء كان، هو يتحمل مسؤوليته. قبل كان ممكن ان احنا نحمل الاخرين ونقول انا ما يدخلني، لا، بس انت تتفوه بكلمات معينة انت مسؤول عنها وانت تتحمل مسؤوليتها. فاول الناس كانت تطبطب على بعض، الحين مو قادرين لان هذا القناع يسقط،
قدرتنا على الزيف والتمثيل والمجاملة قلت وبتقل أكثر في الأيام التي ستأتي. المهم خلينا نتكلم عن النفسية والجسد. هل ممكن أن الشخص اللي عنده مشاكل نفسية تكون مشاكله فقط نفسية أو يكون أيضا لها علاقة بشيء عضوي في الجسد؟ لأن احنا اليوم قاعدين نعامل المريض النفسي أو الشخص اللي قاعد يعاني عاطفيا ونفسيا على أنه هو كله في مخه وأنه هو كله من اختراعه، وأن أنت ما تعوذت من إبليس، وأن أنت ما توكلت على الله، وأن أنت ما عندك كفاية سيطرة وتحكم على أفكارك، لذلك أنت وقعت في هذا الفخ. ولكن أحيانا ما يحدث، وهذا صح ممكن بجانب معين، ولكن ما يحدث أحيانا أنه هو الجسد أيضا فيه علة عضوية جسدية مادية في الجسد المادي التي تمنعه من الخروج من هذه الحفرة النفسية اللي هو فيها. أولها المعادن الثقيلة. تشوفون شخص صاحي ما في شيء، تربيته زينة، ما عنده دراما، ما عنده صدمات، ما عنده مشاكل، يبدأ يدخل مرة واحدة في دوامة أفكار، في دوامة وساوس، في دوامة هلع، في دوامة هلوسات. وعندما نبدأ نبحث، إذا تبدأ تبحث من جانب الطب البديل أو خلينا نقول الطب الشمولي، نبدأ نبحث في زوايا أخرى شوي غير عن السائد. وأول زاوية لو أنا أول زاوية ببحث فيها هي المعادن الثقيلة، وعلى رأسهم من فوق الزئبق. لما يكون جسدي يحتوي على زئبق أو ممتلئ بالزئبق أو تعرض مؤخرا للزئبق، هذا الزئبق ممكن انه هو يأثر على المخ، بدليل ان احنا في السابق كان في هذين اللي يسمونهم الماد هاترز اللي كانوا يسوون القبعات، كانوا صناع القبعات، كانوا يستخدمون الزئبق لصناعة القبعات، ومع الوقت بدأ يصير فيهم جنون فصاروا يسمونهم الماد هاترز، ان هم اللي يسوون القبعات صار كأنه يعني كأنه مرض الوظيفة او المهنة. ولكن اكتشفوا مع الوقت ان هذا الزئبق اللي كانوا يستنشقونه وكانوا يتعرضون له بشكل متواصل كان هو اللي يوصلهم الى الجنون. فتشوفون اليوم تعرضنا للزئبق، ويعني بقول لكم عقب شوي مصادره بس يعني اكيد تعرفون، ولكن تشوفون اليوم ان تعرضنا للزئبق مو شرط انه هو بيبدا الشخص من اول ما يتعرض بيوصل الى الجنون، ولكن قد تحدث اشياء كثيره الى ان يصل. فمن مؤشرات تسمم الزئبق المشاكل الهضمية، لأنه هو يخل بتوازن البكتيريا ويسبب كأن ثقوب في الأمعاء، فيصير الشخص عنده عسر هضم ويصير عنده قولون ويصير عنده مشاكل معدة ومشاكل عسر هضم عامة، فتبدأ تقل قائمة الأشياء اللي يقدر جسمه يستحملها. يصير فيه حساسيات، ممكن انه يصير في احتقان في اللوز، ممكن انه يصير في فوائد اشياء جسديه ممكن ان تحدث قبل ان تتحول الى اشياء نفسيه، او تحدث في نفس الوقت فيصير في مشاكل هضميه واكتئاب. ف مع الوقت يتطور، خلينا نقول هذا اذا لم تتم ازاله الزئبق او مصدر الزئبق لم تتم ازالته ولم يتم تنظيفه، فمع الوقت يبدأ أنه يتطور وتصير مشاكل نفسية ويصير فيه هلع ويصير فيه إلى أن يصل على المراحل المتطورة، هي مراحل من الجنون. حتى في الواقع إحنا لما تشوفون أن يعني أنا الحين بتكلم بشكل عام، الموضوع كل كلمة قاعدة أقولها فيه لها عمق وممكن نحن نتحاور فيها بالعمق، فلا تأخذون بس كلمة كلمتين، أنتوا ابحثوا في كل الأشياء اللي قاعدة أقولها. كثير من الأطفال اللي فيهم توحد لما نسوي لهم تحليل للمعادن الثقيلة نجد أن عندهم المعادن الثقيلة عالية، ويكون عادة الزئبق هو عالي. فمن وين الطفل لا زئبق كبداية؟ أول تعرض له للزئبق يكون في بطن أمه، فكل حمل لأن المشيمة تمتص كل شيء من الأم عشان تحوله إلى الطفل، عشان الطفل يحصل على كل الفوائد من الأم والأشياء المهمة، للأسف المشيمة أيضا تمتص كثير من المعادن الثقيلة والتي تصل إلى الطفل إذا كانت الأم فيها معادن ثقيلة. فأول طفل عادة هو اللي يأخذ الجزء الأكبر أو الحصة الأكبر من هذه المعادن الثقيلة، ويصير كل حمل
كأن بدرجة غريبة يمكن بزاوية مختلفة يكون كأنه هو ديتوكس حق الأم، لأنه وايد من الأشياء تروح حق البيبي بشكل إيجابي أو سلبي يعني. فهي يمكن أنها تخسر أيضا كثير من معادنها، تخسر مثلا نسبة كبيرة من الزنك، لذلك ممكن يصير فيها اكتئاب ما بعد الحمل، تخسر فيتامين د مثلا البيبي يحتاجه، تخسر هذه الدهون المفيدة فمخها يصير ناشف لأن المخ نسبة كبيرة منه دهون فتروح حق البيبي. ولكن بشكل إيجابي أيضا إن صح التعبير يعني، ممكن أن هي أيضا تتخلص من كثير من المعادن الثقيلة أثناء الحمل لأن تروح حق البيبي. فالطفل ممكن أنه ينولد بنسبة من المعادن الثقيلة أصلا من أمه، وإذا هو عنده مقومات أخرى يعني التوحد مو سبب سبب واحد، ولكن إذا عنده مقومات أخرى ممكن أنه يتعرض للتوحد. وبعدين الشخص يعني الإنسان اليوم أو الشخص الحديث، الإنسان الحديث يتعرض للزئبق في عدة أماكن، أولها من الأشياء اللي تنضرب في الدم في الجدول الأطفال أكثرها فيها زئبق. اليوم بدوا يشيلونه من الدول المتقدمة، خلينا نقول صار ممنوع أنهم يحطون زئبق في هذه اللقاحات، ولكن مو كلها شالوها منها، ومو كل اللي شالوها قاعدة توصلنا يعني. في كثير من الأشياء اللي قاعدة توصل للعالم العربي ما زالت تحتوي على الزئبق، ولو أن في بعض الدول المتقدمة ممنوع الحين صار. ولكن كمثال أنا أخاف أقول الكلمة ويمنعون الفيديو يعني، ولكن هذا الشيء اللي ينضرب في الدم اللي ضد الإنفلونزا ما زال فيه كمثال. فالأشخاص اللي قاعدين يأخذون حتى الكبار اللي قاعدين يأخذون معناته أنهم قاعدين يتعرضون بشكل متواصل للزئبق. ففي بعض الخبراء اليوم يقول لك لا بس نسبة الزئبق اللي فيه جدا قليل، هو على أساس أنها مادة حافظة يحطونها في هذا الشيء يعني في هذا الدول اللي ينحقن، فممكن أنها تنشال ويدورون لها شيء ثاني. ولكن أيضا موجود فيه ألمنيوم، موجود فيه بعض المعادن الثقيلة اللي قاعدة تضر الناس. فوجود المعادن الثقيلة محقونة ممكن أنه يأثر علينا أكثر من ما هي تنبلع، لأن بعض الخبراء يقول لك أنه لا والله ترى كمية جدا صغيرة وما توازي حتى سمكة تونة أنت تأكلينها من البحر، اليوم التونة مليان تلوث ومليان زئبق. نعم ولكن يختلف، لأن الزئبق عندما ينبلع يمر بأشياء معينة في الجهاز الهضمي وتصفية معينة، ما أقول لكم أنه ما يدخل في الجسم، يدخل ولكن يدخل بطريقة ألطف وأرق، ومو شرط أنه كله يدخل، غير عن لما أنا أحقنه في الدم مباشرة ويدخل مباشرة في الجسم. فالحقن غير عن البلع. ولكن على طاري البلع أيضا عندنا مصادر نبلعها من الزئبق، وهي مصادر الحشو في الأسنان. أيضا نرجع ونقول في كثير من البلدان المتقدمة تم منع وضع حشوات الأسنان، الحشوات الرصاص اللي يسمونها الرصاص بس هي حشوات زئبق، صارت ممنوعة يحطونها. ولكن كثير من الأطباء اليوم، ما أدري عن باقي العالم بس في العالم العربي عامة كثير منهم ما زالوا يستخدمونها، وصححوني إذا كنت خطأ، وإذا أنت طبيب وأنا غلطانة بالعكس اكتب لي في التعليق، أنا مستعدة أني أسمع. وإذا أنت من الأطباء اللي ما يستخدمون سو حق روحك دعاية بعد عادي يعني. فلما يكون عندي حشوات زئبق خاصة إذا كانت حشوات قديمة، مع الوقت ومع المضغ ومع الشاي حار وآكل أشياء حارة ويصير فيه أبخرة تنبلع، وعلى المدى الطويل تأثر عليه، تأثر على الغدة الدرقية، تسبب سرطانات، تسبب مشاكل هضم، قلنا لأن الزئبق يسبب مشاكل هضم كثيرة ويسبب مشاكل نفسية وصداع أيضا على المدى الطويل. وأنا شايفة بعيوني ناس تخلصوا من حشوات الزئبق كان فيهم تقرحات وطفح جلدي ومشاكل جلدية تخلصوا منها، ولكن يتخلصون أيضا من المشاكل النفسية اللي كانوا يمرون فيها. ولما يروحون حق الطبيب يقولون لا أبي أشيلها لأن قاعدة تسبب لي اكتئاب وقاعدة تسبب لي مشاكل نفسية، يقول لها أنت تتخيلين وأنت يعني قاعدة تيبين لك كلام من واتساب، مع أنه هو مثبت أن الزئبق يسبب يوصل إلى الجنون على المدى الطويل. فهذا الجواب الأول، أن هل المشاكل النفسية سببها عضوي؟ نعم، هو المكان الأول الذي يجب أن نبحث فيه هو الموضوع العضوي، خاصة إذا الشخص ما عنده دلال، ما عنده قصدي
مقومات التعب النفسي. يعني اليوم كل واحد عاقل فما بيوصل إلى الجنون إلا إذا خلاص وصل إلى مرحلات متقدمة. فقبل لا نوصل إلى الجنون بنبدأ نوصل إلى مراحل توتر مستمر، قلق يشل، يعني ما يقدرون يباشرون حياتهم، نوبات هلع، أطفال صغار مراهقين يجوني فيهم نوبات هلع ما يقدرون يباشرون حياتهم. إيش صار؟ يعني يقولون لي إيه هذه من التلفونات ومن الإنترنت، صح، بس من الإنترنت شنو قاعد يصير؟ فأيضا قاعدة تصير أشياء عضوية وجسدية، هل قاعد يضيف عليها الإنترنت؟ نعم، إذا أنت عندك اكتئاب وكل يوم قاعد داخل وشايف ربعك كلهم مسافرين ورايحين وجايين وانت حاس بالتقصير وحاس ان عندك ان انت مظلوم وحاس ان ما عندك كفايه، صح، ممكن، بس ما يوصلك الى الجنون ودرجات الاكتئاب اللي احنا واصلين لها اليوم، او ما يوصلك الى درجه ان انت تبدا تسمع اصوات وتبدا تشوف اشياء وتبدا تتخيل هلوسات وتبدا توصل الى هذا الذهان والفصام والاشياء اللي شوي اعمق. يعني فجانب آخر ممكن أن احنا ننظر فيه هو الحساسيات. إذا أنا عندي حساسية من شيء أو عندي حساسيات عامة من الجو من الغبار، في ناس يكون عندهم حساسيات من كل شيء، يعني تقولي إذا كلتي يصير فيني حساسية، الشخص اللي بسرعة يتحسس ممكن أنه يكون عرضة أكثر أيضا للمشاكل النفسية. هو عامة حساس، الشخص الحساس عنده حساسيات ايضا او قابليته للحساسيات ايضا تزيد. فانا لما ابدا لما يضعف جسدي بغض النظر عن شنو السبب اللي اضعف جسدي، ممكن اللي اضعف جسدي هي المعادن الثقيله ما نعرف، بس لما يضعف جسدي او يمكن يضعف جسدي حتى بسبب الازمات والصدمات اللي مريت فيها، ممكن انه هو يبدا يصير فيه مضروب يعني تعبان. فلما يبدا يضعف المناعه ايضا تضعف معه وبعدين تزيد الحساسيات. فالحساسيات مشكلة مناعية من الأساس، ولكن أذوني قاعدة ترن، ما أدري من قاعد يفكر، ما أدري إيش قاعدين تقولون، يمكن لازم أقرأ. فهذا الشخص مناعته تنزل فتزيد حساسياته، ولكن تشوفون ان هذا الشخص ايضا حساس لطاقة الغرفة. لما يدخل مكان وشخص متضايق في هالمكان هو يحس انه في شيء غلط، مو شرط يفهم اللي قاعد يصير، يبدأ مع الوقت يظن انه هو في شيء غلط لانه دخل مكان واكتئب، دخل مكان وتضايق، يحس انه هو ما عنده هذا الاتزان النفسي عندما يدخل اماكن معينة، ولكن في الواقع هو صاير كأنه سفنجة وقاعد يمتص كل ما حوله بما فيها الأفكار والأشياء اللي موجودة في الوعي الجمعي، يمكن أو في وعي الغرفة أيضا. الأفكار اللي موجودة، ممكن أنت تحتك بشخص عنده هموم الدنيا، طبيعي أن أنت تتأثر فيه، يعني مو معناته أن أنت غريب والعجيب. الشخص اللي حساس عامة وبسرعة يتحسس من الكلام، يتحسس من الأكل، يتحسس من الأشياء، ايضا بيتحسس من الطاقات اللي بتيله. فتشوفون ان هذا الشخص يمكن يدخل في اكتئاب وفي خوف وفي هلع وفي اشياء اكثر من غيره. فاحنا عشان نبني قوته مرة ثانية نرجعه، اول شي نسوي ان احنا نقوي المناعة، وبعد ما نقوي المناعة نشوف شنو الاكلات اللي ما تناسبه. احيانا لما نقوي المناعة تشوفون انه هو قدرته على تحمل اكلات كثيرة تعود، يعني كأنه يتحسن، قدرته على تحمل الاكل تتحسن. بس في ناس في البداية يقطعون الأكل، فممكن أن أنت تشوف البداية من شنو قاعد تتحسس وبعدين ترفع مناعتك فتقطع الأكل اللي تتحسس منه. من أول ما تقطع الأكل اللي تتحسس منه أنت بتبدأ ترتاح جسديا ونفسيا، لأن لما الجسد يكون مرتاح يوصل هذه الراحة إلى المخ. فإذا ما شفتوا حلقة العصب الحائر، حلقة سويتها عن كتبت اسمها كان العصب الحائر سبب تعاستك، تكلمت عن ان شلون افكاري تنبع من بطني من جهازي الهضمي، يعني بنسبة كبيرة الافكار تبدأ في البطن وفي الجهاز الهضمي. فلما يكون هني بطنك مرتاح يوصل رسائل الى المخ عن طريق هذا العصب
انه اوكي الدنيا بخير وكل شيء مرتاح. لما هني يبدا يتضايق، فاما الشخص اللي عنده حساسيات بطنه مو مرتاح، في شيء غلط قاعد يصير في عمليه الهضم والانزيمات والكذا، في شيء غلط، فيبدا يوصل انه في شيء غلط في شيء غلط في شيء غلط. فتبدا يبدا المخ يبحث عن اقرب مشكله نفسيه ممكن انه هو يلقطها. اي صح انا مكتئب لان فلوسي في البنك قليله. لما يروح الله يعسكم الحمام ويمشي بطنه ويرتاح والحياه حلوه، فلوسه في البنك ما تغيرت بس بطنه مشى. لما نحسن الهضم ونحسن المعده ونحسن الخروج ايضا النفسيه تتحسن. ونفس الشيء لما يكون في مشاكل في هذا المكان النفسيه ايضا تعتفس، ممكن ان انا يكون قابليتي للدخول في الخوف والقلق والاكتئاب اكثر. ولكن يعني احنا ما نقدر ان احنا يعني لازم نتذكر ان ايضا الصدمات النفسيه والمشاكل النفسيه ايضا لها دور. يعني انا لما اكون في علاقه سامه او كنت في علاقه سامه او في تربيت في محيط سام كمثال، ما اقدر اقول والله بس من الاكل ويلا شلت حشوات الزئبق عليا وانا امتنعت عن كذا وسويت كذا بس انت قلتي لي بس ما فاي. ايضا كان في اشياء صارت وحدثت او ما زالت تحدث، انت ايضا مسؤول عن حمايه نفسك. في الواقع عندي الاسبوع القادم جلسه عن كيف احافظ على صحتي في ظل العلاقات السامه، اذا انا توني خرجت من علاقه سامه او ما زلت في علاقه سامه كيف يتضرر جسدي. فهذه العلاقه السامه تصير هي كانها سموم، فتصير كانها تلعب دور المعادن الثقيله اللي قاعده تسممني بشكل بسيط طول الوقت، يصير كأنه سم يدخل في جسدي بشكل متواصل ويوصلني إلى هذا الاكتئاب والهلع والخوف والقلق، وبعدين أضطر أن أنا أبني الاثنين مع بعض. فبنتكلم في هذه الجلسة بناء على، لأن الجلسة بتكون بالبث الحي، بناء على أسئلتكم والاتجاه اللي أنتم تحبونه هي الجلسة بتكون لكم، بس بنتكلم عن العلاقات النرجسية خاصة يعني، وكيف أحافظ على صحتي اللي هي أهم شيء، مو بس العلاقة وش أسوي فيها، كيف أحافظ على صحتي في ظل هذه الأشياء اللي أنا قاعدة أتعرض لها بشكل متواصل. فتسجيل حق الجلسة مفتوح على أكاديمية عليا، اسمها العلاقات النرجسية، وبس باخذ عدد جدا صغير لأنه ودي أني أسولف معاكم عن قرب يعني. فبتكون الساعة 6 مساء إن شاء الله يوم الأربعاء إن شاء الله تاريخ 12 جون. فأيضا الصدمات نعم لها دور كبير في هذه المشاكل النفسية، ولأن المشاكل النفسية مشاكل مركبة ولها أبعاد كثيرة، لا نستطيع أن احنا نبعد جانب معين ونقول هي فقط جسدية أو فقط نفسية، هما مركبين مع بعض. فممكن أن أنا قابليتي تزيد إذا كان عندي صدمات، ممكن قابليتي تزيد أكثر إذا عندي صدمات زائد زئبق، ممكن قابليتي تزيد إذا عندي صدمات وعندي وزن وعندي زئبق فوقه وأكلي غير صحي وبطني مو مرتاح وعندي قولون وعندي مشاكل. فاللي عنده قولون ينضرب نفسيا أيضا، فمهم أن أنا أبدأ أفكك هذه الجوانب كثيرة منها يعني عشان أوصل لل، كنت بقول أوصل للمشكلة، ولكن هو ما في شيء اسمه وصول. أنا دائماً أبدأ دائماً أشتغل على نفسي، دائماً أشتغل على نفسي. اليوم ما أراه اليوم في الشباب، خلينا نقول أو في سن معين من المراهقين أو اللي يروحون الجامعة، هم أن هو أن يدخلون في مشاكل نفسية لما يبتدون يدخلون في مواضيع الحشيش والمخدرات وهالأشياء، لأن اليوم جدا منتشرة بين الشباب وبين الطلاب، ومو شرط عقب ما يروحون الجامعة، أيضا في المدارس في عمر المدارس، يعني خلينا نقول المراهقين في عمر المدارس قاعدين يتعرضون من مكان ما، قاعدين يحسون إنه غير طبعا التدخين والفيب والكذا. بدأت تصير للأسف هذه الأشياء التي تعمل على المخ، بدأت تصير يقولون لي إيه لا عادي هذه ما يأثر، أو هذه تأثيره مو قوي، أو هذه مو مثل كذا ولا مو مثل كذا. فيبدؤون يجربون أشياء ونشوف حالات اللي يصير فيها تبدأ تسمع أشياء وتبدأ تشوف أشياء ويبدأ يصير في قلق شديد وخوف شديد.
يمكن بعد ما بدأ يجرب مثلا بدأ يحشش ولا بدأ كذا، مو كل الأشخاص يقدرون يستحملون. فلأنه هو يفتح هذا الغشاء أكثر عن المخ، فتنفتح عندك الرؤية أكثر. وإذا يكون أنت عندك صدمات ماضية، لما تنفتح عنك الرؤية سترى أيضا، بتشوف أشياء تخوف لأن في لها علاقة بآلامك، يعني أنت ترى أحيانا انعكاساتك يعني. فإذا أنت عندك آلام وعندك أشياء مكودة في الخزانات يعني، وذكريات مؤلمة وأشياء مؤلمة ما اشتغلت عليها وما ثبت روحك وما فتحتها، بتنفتح لك هذه الخزانة لما أنت تأخذ شيء يفتح البصيرة أو يفتح حتى لو هي كم ساعة. فأحيانا تصير التجربة مخيفة، فيبدأ يسمع أصوات، يبدأ يشوف أشياء وهو ما يعرف ليش. يقول لك مثلا إيه ربعي كلهم سووا ما صار فيهم يعني، ولكن أنت ممكن أن تكون أنت عندك المقومات أكثر عالية، ممكن أنت أوريدي عندك نسبة صغيرة من التوحد، ولا عندك معادن ثقيلة، ولا عندك زئبق، ولا عندك حساسيات، ولا أكلك تعيس، ولا تأخذ دواء معين أحيانا يخلطونها بأدوية معينة. إذا هو قاعد يأخذ دواء حق شيء ثاني مثلا وتنخلط بهذه المخدرات، تصير عنده تجارب مخيفة، وبعدين يرجع ويخاف يقول حق أهله وما يعرف وين يروح، ويبدأ يلجأ للإنترنت للأسف، وبعدين يبدأ يحاول أنه يأخذ هذه المهدئات بدون استشارة الطبيب، وأحيانا حتى يروح حق الطبيب والطبيب يعطيه مضادات اكتئاب وهو ما كان في اكتئاب، وهو بس يحتاج تنظيف، هو يحتاج تنظيف ويحتاج إعادة برمجة، كأنه لازم تودي السيارة الجراج يعني تعيد برمجتها، تدخل تقول له يلا الحين تدخل جيم وتسوي رياضة وتعدل مخك، تعدل قدرتك على التحكم في نفسك، تتحكم في جسدك، تنظف أكلك، تبدأ تشرب العصائر الخضراء، تشرب أشياء مفيدة، تاكل أشياء مفيدة، عشان اللي دخل لك وسبب لك هذه المشاكل يبدأ شوي شوي يتنظف. فتبدأ كأنه ديتوكس على مستوى حتى لو كان بسيط في البداية، بس كل ما تسوي ديتوكس أكثر، يعني أتكلم في هذا الكتاب، كتاب الديتوكس أتكلم فيه عن الطرق المختلفة للدخول في الديتوكس، بس كل ما تنظف أكثر كل ما تستطيع أن تصل إلى هذا الهدوء النفسي. فصعب جدا أن أنت تصل لهذه السكينة النفسية إذا عندك مشاكل نفسية، صعب جدا أن أنت تصل إلى هذا الهدوء والسكينة إذا قاعد تشرب مشروبات غازية وسكريات ومعجنات، لأن الجلوتين على السكر على مواد مصنعة كلها تسبب مشاكل في البطن اللي بتنعكس على المخ وتبدأ تجيب لك الأفكار السوداوية. فأنا كنت حاطة يعني كم نقطة، كنت قايلة أن القولون والحساسيات ونقص معادن أحيانا أيضا يكون إذا عندك نقص مغنيسيوم كمثال، إذا أنت حساس، صدمات، اكتئاب الفصام. فما اعرف انتوا سألوني يعني، احس اني ما ابي اغطي وايد اشياء وادور راسكم، بس الفكرة هي ان اللي قاعد يعاني من شيء نفسي اليوم وعارف انه هو ما في شيء من داخل مضايقة وحاس انه هو بينجن، لان كل واحد قاعد يقول له انت ايش فيك، ما فيك شيء، ترى الدنيا حلوة وتركوا عندك خير، وتشوفي عيالك ايش حلوهم، وتشوفي الدنيا ايش حلوها، وانت ليش ما عندك تقدير وما عندك توكل وما عندك ما تقولين الحمد لله. مو كل شيء نفسي فقط، فاحيانا يكون فعلا عضوي، وهذا السبب العضوي. في كثير من النساء اللي يوصلون الى مرحله سن الياس وانقطاع الطمث، احيانا التغير الهرموني ممكن انه هو يدخلهم في حاله شديده من الاكتئاب، او من لما يكون التوازن بين هرمون الاستروجين والبروجسترون ايضا ما في منهم كفايه، واحد منهم ما في منه كفايه، ممكن ان هي تدخل ايضا في نوبات هلع وخوف. فيحدث عاده حتى في السنوات ما قبل انقطاع الطمث ان في يصير في نوبات هلع اكثر وخوف اكثر، فهذا يدعو اكثر الى ان انت تعدلين اكلك خاصه في هذه الفتره. كل ما عدلتي اكلك اكثر، كل ما زدتي المعادن، زدتي الفوائد من اكلك، انت تعرضك لهذه الاعراض التي تحدث في هذه الفتره العمريه ممكن ان هي تقل. أتمنى تحطون لي الأسئلة في قسم الأسئلة رجاءً رجاءً. فتقول سبحان الله صار علي حالياً جسمي رفض أصلاً خبز، رافض خبز المهم، وصار المهم من المعدة.
والآن لما قطعت الخبز والزيوت إلا زيت الزيتون. ناجي تقول يعني لابد أن نكون في وضع التنظيف متواصل ما نوقف. حاليا قاعدة آخذ مغنيسيوم بين فترة لأخرى، أجد شيء جديد يساعدني في رحلتي. إحنا ترى في وضع تنظيف أصلا، يعني إحنا عندنا أجهزة تنظيف، هي بس ليش الأجهزة تعبت؟ فإحنا نخفف الحمل على هذه الأجهزة عن طريق تعديل التنفس، تحسين الرياضة، تحسين الأكل، عشان هذه الأجهزة اللي عندي، أنا عندي كبد وعندي مرارة، وهي كلها أشياء مسؤولة عن تنظيف، عندي كليتين، مفروض أن هي تسوي لي ديتوكس. بس ليش تعبت؟ هذا السؤال. ممكن لأن أنت قاعد طول اليوم وقاعد تاكل خرابيط فإحنا لما نعطي أكل جيد ونعطي مكملات، إحنا فقط نفعل الأجهزة الديتوكس اللي إحنا عندنا أصلاً. إحنا ما نقدر نعيش بدون ما نسوي ديتوكس إذا أجهزتنا نظيفة، فهذه هي الفكرة يعني. جرثومة المشكلة الهرمونات وجرثومة المعدة، ممكن جرثومة المعدة، وترى وايد ناس فيهم جرثومة معدة ما فيهم أشياء نفسية، يعني جرثومة المعدة يلقونها كأن بعد ما تروحين أنت. احكي لنا عن أهمية اليود. اليود تكلمت فيه مع كذا شخص على قناتي في اليوتيوب، فدخلوا في حلقات اليود. عندي مشاكل هضمية وعندي حشوات زئبق، ومن داخلي أشوف أن نفسيتي زينة، بس فجأة تجيني نوبات هلع وخوف. شلون عيل نفسيتك زينة إذا فجأة تجيك نوبات هلع وخوف؟ ناجية تقول أغلب توصياتك أتابعها. شطورة ناجية. ممكن الكانديدا تسبب مشاكل نفسية واكتئاب. أي شيء موجود في الجهاز الهضمي ممكن أنه يسبب مشاكل اكتئاب. أي مشكلة موجودة في الجهاز الهضمي ممكن أنها تسبب اكتئاب، فالكانديدا واحدة منهم. نعم. أوكي، حطيت لي كم سؤال. هل الجسد قادر أن يتخلص بنفسه من المعادن الثقيلة؟ حلو السؤال. بنسبة معينة نعم، بس إذا يعتمد كثر عندك، يعني نسبة كبيرة. خلينا نقول مثلا أن الحين إذا أنا شخص صاحي وتعرضت الحين لمثلا طلاء في الجدران مثلا، ولا أحد رش مبيد حشري وكذا، في سموم، أقدر إذا بشكل بسيط، وأقدر إذا جسمي صاحي اليوم يقدر هو ينظف اللي استلمه اليوم. لما تكون الكمية زايدة عن حدها، ولما يكون مر عليها وقت طويل، يبدأ الجسم يخزنها في أماكن في الجسم أصعب أن أنت توصل لها. يعني كمثال، المعادن الثقيلة يعتمد على خشونتها، يعني قوتها، إذا مثلا زئبق ولا أشياء قوية خطر أنه هو يخليها تتم في دمك يعني. لذلك لما نسوي تحليل دم لا نجد زئبق وكذا، لأن إذا كان عندك كميات الزئبق اللي موجودة في جسمك وقاعدة تدور في دمك طول اليوم أنت بتموت. فما في فايدة أن احنا نسوي تحليل دم، لأن الجسم عنده هذه القابلية أو هذه القدرة أنه هو يزيل هذه السموم من الدم ويحطها عاد في الخزانات، يحط لها ستور، يسوي لها تخزين في الدهون. فكل مكان فيه دهون ممكن أنه يكون فيه أيضا معادن. فالمشكلة أن المخ أيضا، المخ نسبة كبيرة منه دهون، أغلبيته دهون في الواقع، فأحيانا تتخزن في المخ بما أنه هو فيه دهون وهي معادن ثقيلة، تتخزن في المخ وعاد عقب تسبب مشاكل. فممكن أنه تسبب مثلا أعراض توحد، ممكن تسبب هذه المشاكل اللي لها علاقة بالمخ. ولكن أيضا لما تتخزن في الدهون، تتخزن وتبقى في الدهون، لذلك احنا نقول كمثال، احنا نقول مثلا نوع من السونا اللي اسمه الانفراريد سونا، نوع من السونا اللي لما تدخل فيه الحرارة اللي تتعرض لها، يعني هذا السونا اللي نروح نقعد فيه في رحلة الصحة لما نروح في شهر 5، لما نروح تركيا حق الديتوكس، نوع من السونا اسمه انفراريد سونا، يعني أشعة تحت الحمراء، لما تقعد فيه ما تحس انه هو وايد حار، هو حرارته ما تزيد عن 50 درجة، يعني شنك قاعد في السيارة في الصيف في البحرين. ولكن تقعد مدة طويلة، بعد 20 دقيقة تبدأ تعرق من يسمونه الديب تشوفات.
فمن الدهون أو مخازن الدهون العميقة في الجسم. ليش؟ لأن هذه المخازن الدهون العميقة اللي في الجسم هي اللي مخزنة هذه السموم. فأنت لما تدخل سونا عادي أو مكان حار أو تسوي رياضة وتعرف يقولون لي أنا كل يوم أعرق في الجيم، هذا عرق سطحي، هذا عرق بس لأنك أنت تعبت وجسمك يبي يبرد. لما تجلس في مكان حار مدة طويلة، طبعا لازم تتأكد أن أنت تشرب كفاية وأملاح وكذا، مدة أطول شوي بهذه الدرجة المعينة من الحرارة، بهذا النوع من الحرارة، تبدأ هذه الدهون اللي تحر كأنه يسخنك على بطيء يعني، فيبدأ يحرق هذه الدهون العميقة التي تحتوي على هذه السموم. فالجواب نعم، ولكن نحتاج مدة طويلة بناء على الأشياء اللي احنا قاعدين ناكلها ونسويها والممارسات مثل الانفراريد سونا كمثال، أو في بعض المصحات اليوم اللي يحطون لك مواد تدخل، عندي كذا حلقة على هالموضوع، اللي يحقنون لك مواد تدخل وتسحب هذه المعادن الثقيلة. كل شيء له إيجابياته وسلبياته، هذه الحقنة مثلا كمثال تدخل وتطلع السموم أو تسحب المعادن الثقيلة، من إيجابياتها أنها بتسرع لك، خاصة في الأشخاص اللي عندهم مثلا زئبق وايد عالي وبدأت تصير فيهم أعراض وما عندنا وايد سنوات، ما عندنا وايد وقت، بدأ يتضرر يعني، فممكن أنهم يسوون هذه العلاجات. والجانب السلبي منها أنها ممكن تسحب لك معادن أخرى أيضا. يعني أتذكر لما سويتها في الحلقة في يوتيوب، لما سويتها أتذكر أن صادني صداع مباشرة عقبها، يعني سحب حديد، سحب مغنيسيوم، سحب أشياء كثيرة. فهما بعض المصحات أحيانا بعد هذا الإجراء، بعد ما يتأكدون أن كل شيء طلع، يحقنون لك فيتامينات ومعادن وأشياء يعوضون لك فيها، يعني إذا المكان زين يعني وشاطرين يعرفون شنو يسوون. فالإجابة نعم إذا هو تعرض بسيط، بس إذا عندك تعرض عميق وأنت مثلا انحقنت بشيء إجراء طبي مثلا معين وانحقنت ودخلت لك كمية كبيرة، تعرفون بعض هذه الأشياء اللي تنحقن خاصة اللي في الجدول أحيانا هي بسنجل دوس، فتاخذ ممرضة الإبرة وتعطيك إياها، وأحيانا يحطون كذا دوس في واحد، فهي تاخذ كمية معينة منها، لأن هذه المواد الحافظة اللي فيها أحيانا الزئبق اللي فيها يترسب تحت، فإذا هي ما خضتها عدل كمثال، ما حركتها قبل لا تاخذ منها هذه النسبة المعينة اللي بتحقنها في الطفل أو فيك، إذا ما خضتها ما حركتها عدل، ممكن أن هي تدخل الإبرة وتاخذ من الزئبق المترسب تحت كله، فشخصين أو ثلاثة يأخذون من نفس هذه الغرشة اللي هي أخذت منها، مو كلهم يتضررون بنفس كمية الزئبق، لأن أول واحد خذت منه الكمية الأكبر، النسبة الأكبر وانحقن. في كثير من الأشياء اللي نأخذها حق الحج كمثال، يعني تطعيم قلت الكلمة للأسف، التتانوس وهذه الأشياء أيضا فيها هذه المواد. فإذا الجرعة مخلوطة أوريدي بكذا جرعة، يعني إذا الغرشة فيها كذا جرعة، لازم الممرضة تنتبه، يعني يمكن لنا حتى عندنا أطباء وممرضات يتابعون هذه الحلقات، لازم تنتبه جدا أن هي تحركها عدل، لأن أنت ممكن تنضرب، لأنك ممكن أن أنت تأخذ كمية أكبر من المادة الحافظة اللي مترسبة تحت. ما أدري إذا جاوبت سؤالك ولا لا، الصراحة حين تلخبط أحاول أني ما أقول هالكلمة عشان بس ما يمنعونا من يوتيوب. تقول أمل، عند أكلي للخضروات والفواكه والسلطات أحس بانتفاخ، وكذلك العصير فالنباتات أصبحت كأنها بالمبيدات، وعندما ابتعدت أصبحت أحسن. مو شرط بس من المبيدات، ممكن عندك جهاز هضمي تعبان أيضا، تعدلين الجهاز الهضمي لازم. هل استهلاك البكتيريا النافعة يقلل المعادن الثقيلة في الجسم؟ مو شرط، مو شرط، لا فوائد. أوكي حلو سؤالك، هل استهلاك البكتيريا النافعة يقلل المعادن الثقيلة في الجسم؟ هل استهلاك، قاعدة أحاول أشوف إذا في ربط، يعني هو بيحسن، تشوفي استهلاك البكتيريا النافعة أيضا ما المفروض إنه يكون دائم، المفروض إن إحنا بس مثلا عقب ما أخذنا مضاد حيوي ولا سافرنا ولا مرضنا ولا كذا، ممكن إحنا ناخذ بعض الأيام ناخذ فيها بكتيريا مفيدة،
ولكن نحن نتم مدى الحياة ناخذ بروبايوتكس، أنا ما أنصح. هي ستعيد التوازن اللي موجود في الجهاز الهضمي، وهذا له تأثير إيجابي على كل شيء في الجسم. ممكن أنه هو يرفع المناعة، ممكن أنه هو يحسن عمل بعض الأعضاء، وممكن هذه الأعضاء إذا تحسن عملها ممكن أنها هي تزيل المعادن الثقيلة بشكل أفضل. بس هل البكتيريا النافعة نفسها بتروح بتشيل؟ لا، يعني حسب علمي لا. أوكي، أسئلتكم عجيبة. مراد يقول ممكن تكتبي اسم السونا؟ أنا حاليا بتركيا، شنو أسوي مشان المعادن الثقيلة؟ عاد يعني مو تركيا هي كلها مصح يعني، بس اسم السونا إذا ممكن أحد يكتب لي اسم السونا، infrared سونا، سونا بأشعة تحت الحمراء، ابحث عنه في جوجل بتشوف عنه معلومات أكثر. إذا أحد يكتب لك إياه رجاء شباب. هل الأشخاص السلبيين قادرين على بث المعادن الثقيلة اللي في أجسامه لأشخاص معين؟ لا لا، لأشخاص صحيين وهو يبث من معادن الثقيلة لك؟ لا ما يقدر، شو لعبة. في سؤال يقول أمي تمر في اكتئاب حاد جدا، ترفض تتكلم عن ماضيها وترفض الأدوية وما تعرف شلون تساعد نفسها، وين تنصحين نبدأ تساعد نفسها؟ يعني كبداية هو صعب واحد يسمع هذا الكلام، أعرف يعني، لأنه خاصة إذا الشخص عزيز عليك. بداية الشخص اللي ما يبي يساعد نفسه ما تقدر أنت تغصب أنه يساعد نفسه، حتى اللي هو شخص عزيز عليك أنت ما تقدر تشيله من المحنة اللي فيها، ما حد يقدر يطلع أحد من شيء. الشخص لازم يكون نفسه عنده رغبة أنه هو يخرج. فإذا أنا أشوف شخص قاعد يمر بشيء متعب وأنا جيت وشلته بالغصب، يمكن أنا أكون منعته عن درس هو كان لازم يتعلمه. ولكن كبداية أنت تشوف إذا هو عنده ميول لهذا الشيء، كبداية مثلاً ترسل له هذه الحلقة يعني، أو ترسل له حلقات مشابهة، لأن كبداية لازم هو يشوف أنه في خيط ممكن أنه هو يتمسك فيه، خاصة الاكتئاب، خاصة المشاكل النفسية. يعني إذا مشكلة جسدية ممكن أنت تتربط الشخص وتحطه في السيارة وتقول له يلا بوديك المكان فلاني، وبيعطونك بالغصب دواء ولا بيعطونك أكل ولا. بس المشاكل النفسية تحتاج أن الشخص يكون واعي باللي قاعد يصير وعنده رغبة، لازم هو يكون راغب في هذا الشيء. وإحنا بعدين الأشخاص الذين يرون هذه الحالة المؤلمة، خلينا نقول ما يقدرون يسوون شيء، هما بعدين يشتغلون على روحهم، إن أنت ما تقدر تنقذ الجميع، لن تستطيع. فأنا وايد أكلم ناس، يكلموني عن ناس، أختي، أمي، ولدي، في كذا وفي كذا، أقول لها إذا هذا الشخص لا يأتي بنفسه أنت ما بتقدرين تنقذينه، إحنا ما نقدر ننقذ روحنا، فما بالك ننقذ أحد ثاني، إحنا يلا يلا قادرين على روحنا. فأحيانا تكون أنت موجود إذا طلب مساندة ومساعدة، وترسل له ما تستطيع أن ترسل له، ولكن الخطوة لازم أن تتم من طرفه. إذا قال لك سولي مثلا ولا عطني ولا ييب لي، بتقول له أنا بسوي لك بس الباقي أنت لازم تكمله يعني. فمثلا أنت مثلا بتعلمها تسوي عصير أخضر، ولا بتعلم أحد يسوي لها عصير أخضر، ولا بتبدأ مثلا أو بتشتري لها مثلا سونا من هالنوع ولا أي شيء يعني، أو بتشاركها في جيم تقول لها يلا أنا حين سويت لك اشتراك مدة شهر، روحي سوي رياضة نفسيتك بتتحسن. بس الذهاب الواقع انها لازم تشيل جسمها وتروح الى الجيم لازم ياتي منها يعني. واذا هي ما تبي لازم انت ايضا تتقبل انها قد لا تريد وقد ترفض. وهذا اصعب درس انا اتعلمه كل يوم، ان احيانا يكون عندك الجواب لشخص تحبه وهو لا يريده، لا يريد جوابك ولا يريد الحل من عندك، ويريد انه هو يتم يحوس في اكتئابه وفي لويته. في ناس يحبون الدراما يعني، مو قصدي عنك يعني بس، او عن والدتك يعني، بس قصدي يعني في ناس اذا قلت له ترى فلان تشوف اكل حل موجود، اكو فلانه تكلمت عنه، ليش ما بس تسوي؟ لا عادي هي كلها تتكلم عن هالاشياء هذه، ولا لا هي تتكلم عن هالاشياء انا ما يناسبني، لانه هو يحب هذا اللي يمكن يعني الناس قاعده تعطيه اهتمام وقاعده تعطيه وهي هو يتكلم عن هالأشياء ويحسون ينكسر خاطرهم عليه وكذي، هو يحب هذا الاتنشن يعني.
فجدا درس صعب، ويمكن أنا يمكن للحين أعاني مع هذا الدرس، أن أنت قد يكون عندك الحل ولكن هذا الشخص الذي تحبه وتريد أن تعطيه الحل لا يقبل ولا يريد، مش ما تقدر تسوي شيء، مؤلم. أوكي. سبب الخفقان بعد الأكل معدة. عسر الهضم وضعف حمض المعدة بسبب عدم تقبل الوضع وهضم الواقع اللي عايش فيه. حلو، ما أدري هذا السؤال ولا. هل نؤمن بعلم الطاقة؟ الطاقة موجودة، آمنت بها ولا ما آمنت بها ما يفرق. ممكن تكتبي اسم السؤال قلنا. هل أشخاص أوكي أظن خلص. فيتامين دال هل أخذه مفيد أم التعرض للشمس؟ شوفي حلقات الفيتامين دال، تكلمت عن الموضوع بالضبط فاطمة. هل ممكن أن أخذ بكتيريا نافعة عن طريق مكملات؟ نعم. أوكي خلاص، بس أحس إن جاوبنا على أهم الأسئلة. أوكي، فأتمنى إني وصلت حتى لو جزء معين من وصلت جزء معين حتى من الفكرة، وأتمنى إن أنتم ما تحسون إن الأبواب مغلقة، يعني دائما كل مشكلة حتى لو كانت نفسية لها أبواب كثيرة ممكن إن هي تنفتح، ممكن إن أنت تنفتح تنتفع من جوانب مختلفة، بس تحتاج إن أنت تبحث. فكل جانب خلينا نقول قلنا عنه اليوم، حتى حطوا عنا أسئلة إضافية، أنا بس أحتاج أعرف أنتم إيش تبون تعرفون، أو كل كلمة قلتها أو كل جانب قلتها أنت روح ابحث فيها لما أنت تقتنع، لأن لا تأخذ بس كلامي على أنه هو صح، أنت ابحث أيضا وطبق على روحك وتشوف انتفعت ما انتفعت، بتواصل ما بتواصل. فالمشكلة النفسية ترى لها حلول، وحتى إذا أنت الحين في عز المشاكل النفسية والتعب ترى الناس تطلع، وحتى إذا عندك قولون وقولونك يسبب لك مشاكل ومعدتك تسبب وارتجاعك يسبب لك تشاؤم مثلا ولا تعب نفسي ولا، أيضا في نور بعد هذا الظلام، تخرج ترى الناس تطلع، وأنا شايفتها تطلع من هذه المشاكل النفسية وتعود لحياتها وتعود بشكل أفضل أيضا، لأن هي تكون تعلمت عن نفسها أشياء أكثر أيضا، وتكون تعلمت عن الحياة. بس لازم أنت تسعى، لازم أنت تحط تستثمر هذا الوقت، تستثمر هذا المال أيضا، أن أنت تحضر أشياء عشان تبدأ تفهم. فبس بخلص هني لأن توين شفت الوقت وتخرعت، طلع أنت تتكلم ساعة. فشكرا دائما دائما وأبدا لوجودكم معي في هذا البث الحي، خاصة اللي يحضرون بشكل متواصل. بحفظ لكم هذه الحلقة إن شاء الله على إنستغرام، اللي حاب أنه يدخل معي في العمق الأسبوع القادم بنسوي جلسة العلاقات النرجسية، كيف أحافظ على صحتي في العلاقات السامة. واللي حاب أن يسافر معي طبعا رحلة الهند قلت مفتوحة، باقي فيها كذا مقعد بسيط، إذا حابين تسافرون معي موجود التسجيل على aliaretreats.com وأيضا على الأكاديمية aliaacademy.com. وبس يومكم سعيد، نراكم على خير، مع السلامة.